شاك ات كفو. هلا عمار. كفو 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 والله. حيك يا دعاء. انا فكرت ارحب الكايد. نورت عموري. اتوم منور اللايف مشتاقينك. عمور ابن الرافدين منورين. توني ابو جاسم. والله ما قصرتوا منورين. اللي دخلوا جديد جيش يا مرحبا حبايبنا اللي بسوريا منورين منورين منورين. حياكم الله. ياك 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 يا بسلات وقفوا بجبر بجبر. شنو شنو ارحب الكايز. هلا ياك ياك تربح ياك. شكرا النودي. ايوه يا ابو بس نكسر الحصانه ورا هاني. انا علمك اي بس نكسر الحصانه. والله كريم شكلنا بن عمار ناصر. والله جبت اليوم شو ما ادري شنو هو يلبس يمول يخبل ما اعرف ايش اسمه. الثواني الأخيرة يا جماعة راح ألبس عاد فوق الدشداشة. ناصر أجرح مين أنا؟ حبيبي حس حس تجرح لتتنمر علي. ها قول يا قلبي. أنت حافظ. أرحب يا كايد. أرحب يا عيني أرحب. كفو دعاء كفو دعاء. شباب خوفوني خوفوني. والله شايل الجولة هذه أنت. طيب شي شوي ترى نيح الى الحين قطع. باقي وقت باقي وقت باقي وقت باقي وقت من اخر ثواني. ناصر حد الان ما نزل يم مشي. والله ان شاء الله نرحب لكم اغنيه قايد. الله يسعدك. هديه لكم انتم حبايبي من سوريا. بس ان شاء الله بس ارجع بحفظ بنحفظ شيء حلو. راحت 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 يا كايد. هم ما اعرف شنو شباب الجعفله. تمام 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 تمام. سكنت يوك سكنت يوك سكنت يوك. الله يسكر يوك. الله يسكر. منو بيحكمني انا ومن دعاء شي. الله 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 شوك شوك بروبلم. شكرا من الجميع. دعاء توسطي لي توسطي لي عندهم. انت واسطتي ترى. لحق ناصر منو يحكمني مني؟ الله يا حس حس وش هاللبس الجميل شو هالستايلات الحلوة. حس حس تقول ما شاء الله. ترى انت اللي حس حس انت اللي عطيتني عين. طبعا قلت هذول شفتات وما شفتات وعطيتني عين. يا جماعه ضيفوا الداعمين ضيفوا الكايد عمار يا قلبي قولي شباب اللي عندي فايه ما قصروا. ثاني منور حد عندك حضانة. شباب اللي عندي امانه حضن كبير عمار. والله حضن كبير. ناسيني صار ساعه اسولف وياك. اسف والله اسف عمار. ما اقول لك الرباعي اضيع انا والله. اسف اسف كسرنا الحصانه بس الرجل صرنا مال البارحه. قول لي يا قلبي ناصر اكسر الحصانه. هذه الفاصله. انا ما احب الديون. لا هذه الفاصله يا اخي على حسب والله كامك عمار. انا ما لحظه اول شيء من يحكمني انت ولا حس حس؟ انا احكمك لين عندي حصان اريد اكسره. انا هم ما اريد اكسر حصانتي قفلي. هو اثنيننا يعني تفاهموا. لا كل واحد الحالة. انتم صار لكم ثلاث شهور كل واحد وتلعبون ضدي. ترى احنا دائما ننفذ هذا كله نفذت. مين راح يحكم علينا؟ وقسما بالله ما عمري ما نفذت. والله نفذت تفاهم على الحصانه. والله انا مخليها بس ما يصير اثنيناتكم اثنيناتكم تحكمون علي. ما يصير. دعاء دعاء معاي بالفريق يعني. نقطه ندام. تفضلي تفضلي. الله يسعدكم. مين انت؟ همات عندك حصانه همات عندك حصانه ضدك. يقول حصانه عندي وحصانه ترى الاثنين. يا جماعه دعاء تسالكم دعاء تسالكم منو يحكم دعاء؟ اقفي يا دعاء اقفي. دعاء حصانه اقفي. ناصر ناصر بريء حتى تكسر الحصانه. حس حس شكرا. انت لو انا ايوه لسه ما عندكم اثباتات انه هو خسر. برافو يا دعاء. يعني 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 كل واحد عنده حصانه ناصر. يعني هسه اذا حس حس كسر الحصانه يعني انا يبقى عندك حصانه يمك؟
اي نعم ايش دخل انت حسحس وانت عمار فرق لا مو كنا طالعين جوله سوى شلون لعب اي بس انه كل واحد انا عندي حصانه منه يعني يلا بس قول لي شنو احكامكم منو عمار بيحكم علي تفضل عمار انا راح احكم علي كان اكسر الحصان عمار انت قلت انت راح تحكم علي لا مو اتفقنا لا تغير كلامك عموري لا اي ضحبيه احنا متفقنا لا صدقها يا قويه جبت عمري اضحي لك قويه لا تكسر الحصان جازد الهالي بالأدية لا صدقها يا قوي خلي يكسر الحصانة بس أول ما أجل ربح حكم نوراه ركض نوراه شنو أحلى شي حسحس قال ارجع شوية صاير الهبد يا كومنت خير أسدع ناصر اتفاق خير منو اللي ما هو محترم ومنو اللي شو السؤال بادي لحظة شنو شكو مشرفين خير خير مشاكل عائلية عمار احكم على دعاء عادي ناطر الحصانة كسرت واحد غلط بلك يعني شنو الموضوع السعادي عوفنا من هذا اليقلط الحصانة كسرت هاي اهم الموضوع هذا اهم لا 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 انت عندك ثلاث احكام من ضمن الاحكام حصانة يمكن انفذ انا لكم الباقين على حسب اه يا صح صح يلا عمار يلا ها عيني حكم الاول تحكم ليه تكتب بالبايو إيه خليه حس احلى جيس حلو الحكم الثاني راب بالكومن حلو الحكم الثالث أغنية علمني حبك بدون مشقة لها ثانية بصوتك هيك فارقة بدون موسيقى ايش رايكم يا كومنتات بدون توصل هذه ثلاث احكام ما باقي شيء مليونين يا ظالم امس اعطيتك خمسة يا ظالم الحكم الرابع تلبس الحكم الخامس كبي صوتي صار خامس الحكم الخامس الحكم الخامس اقول لك هاي مو هاي اسئله مال بكالوريا شنو الحكم الخامس الحكم الخامس طيب خامس كسر الحصان لا لا ما وصلنا بعد قلتها الاولى الحصان الحكم الخامس كم باقي 10 سود طيب ايش حكمت على دعاء عمار دعاء الحكم الاول اكتبوا لي كومنتات اكتبوا لي دعاء ما سجلتي على اغنيتي ذاك اليوم ما طالع على حسابك شيء يعني بدي اسجل لك شيء كذا مثل بغيت نار العالم وملعون قلب الرك اي واحد من عندهم بعدين سوي فيديو عليه انت في الفيديوهات يعني هذه اغنيه حزينه وانا خنايف خلاص ما حد يقرب لي اختاري اي شيء ايوه في تاريخ 1/9 ان شاء الله شيء حلو ها انا بروح اعمل لف لفه واجيكم يلا تمام الله يحييك يا دعاء يا مرحبا نورتيني والله يا مرحبا استاذ ناصر أسأل شنو راح ينفذ